اهلا بحضراتكم، برحب بحضراتكم مره ثانيه، وبنرحب بضيفنا النهارده في المحترف، الناقد الرياضي المتميز، الناقد الكبير في الكره العالميه، محسن لملوم. مساء الخير عليك محسن. مساء الخير يا كابتن، منورنا. بنور حضرتك دايما، ربنا يكرمك. عندنا حاجات كتيره جدا النهارده، بس يعني عندنا طبعا كاس العرب، هنتناول مشوار المنتخب المصري، طموحاته، كيروش، و البلاننج اللي عامله من خلال كاس العرب، كمان عندنا تشامبيونز ليج الاوروبي. لكن خلينا نتكلم لسه اجواء البلندور، ويمكن في الانترو كان ألان شيرر بيتكلم على تعجبه الكبير جدا من حصول محمد صلاح على المركز السابع. انا عارف ان انت يمكن كنت في فرنسا في الفتره بتاعه البلندور، اشرح لنا الاجواء هناك ايه؟ هل الاجواء لسه مستمره؟ هل في غضب؟ هل انت من خلال وجودك كمان في فرنسا كان ردود الافعال ايه على البلندور؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في باريس تحديدا كان في سعاده، لان اكيد نادي باريس سان جيرمان اكبر نادي في فرنسا واكبر نادي في العاصمه باريس، هو كان طبعا منتشي تماما عنده اثنين واخدين جايزتين، ليونيل ميسي طبعا الارجنتيني واخد اللي هو البالون دور، ودوناروما الحارس المرمى الايطالي واخد طبعا جايزه تاشين اللي هو افضل حارس. كان عشان كده حتى كانوا عاملين احتفاليه كبيره جدا وضخمه في البارك دي برنس بعد ال 48 ساعه بالظبط بعد البالون دور، كان يوم الاثنين 28 نوفمبر، وكان يوم الاربعاء 1 ديسمبر كان في مباراه باريس سان جيرمان ونيس في البارك دي برنس في تقريبا الاسبوع 17 او 16 في الدوري الفرنسي. انت كنت بتتفرج على المباراه ديت؟ بالظبط، كنت في الملعب. وكانوا عاملين احتفاليه كانت اجواء ممتازه، طبعا سعداء جدا 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 بفوز الاثنين من عندهم بالذهب، وحتى كانوا عاملين بانر كده باسم باريس جولدن سيتي، باريس المدينه الذهبيه، لان طبعا دي حاجه ما حصلتش قبل كده، فهم اكيد سعداء. لكن احقاقا للحق هو ده مش صح، يمكن العالم كله بعيدا عن باريس او فرحه مسؤولي باريس سان جيرمان او نادي باريس سان جيرمان ومحبيه. انا عايز اكلمك عن الناس، انت اكيد في فرنسا كنت سيبك طبعا باريس سان جيرمان وطبعا صحيح رئيس النادي وكل الناس، كل ده فرحان، لكن بتكلم على الناس الطبيعيه، وانت في فرنسا بتتناقش مع واحد صاحبك بتسمع الناس بتقول ايه يعني؟ لا لا لا، كله بقى فقد مصداقيه، الجائزه فقدت مصداقيتها بشكل كبير جدا جدا جدا. هنا لا اتحدث عن محمد صلاح فقط، ولكن خلينا نقول احقاق الحق فيه ليفاندوفسكي. ده حق ليفاندوفسكي اللي هو اخده ميسي في الكره الذهبيه، لا خلاف طبعا ولا جدال على موهبه ميسي، مش عايز اتكلم، انا بتكلم على المعايير او الاحق، مين الاحق المرضي بالجائزه. بصراحه ليفاندوفسكي على الاقل مش يعني ايه، مش هقول صلاح، بس على الاقل مش ميسي، يعني في كل الاحوال مش ميسي. وممكن واحد زي ليفاندوفسكي، ممكن كريم بنزيما طبعا في ريال مدريد عامل شغل عالي جدا، شغله كويس جدا، وزي ما قال يمكن ألان شيرر زي ما حضرتك ذكرت في الانترو، يعني بيقول رايت ناو، يعني الان افضل لاعب. لا بص محسن، هو طبيعي ما كانش محمد صلاح كان هياخد، لان كانت على الموسم الماضي وكان في طبعا بالزبط. يعني في فوتنج، وعلى المستوى المنتخب ما كانش فيه انجازات، على المستوى المحلي حتى ليفربول ما كانش بمستواه، لكن بنتكلم على ترتيبه السابق. ده غريب جدا، كان كل الناس بتتكلم على ليفاندوفسكي، وكان في يمكن كمان في المانيا بالذات، لان كمان وانت عارف بتكلم معاك قبل الهوا ان في 2020 لما اتلغت الجائزه دي بسبب جائحه كورونا، كان هو المرشح الاقوى للحصول على هذه الجائزه. صحيح. وما زال حتى في هذه النسخه كان هو الافضل، وهو يستحقها. على مستوى التقييمات كان هو الافضل يعني. صحيح، هو كان يستحقها تماما، ويمكن زي ما حضرتك ذكرته في المانيا اتكلموا عن ده كتير، هم يمكن اكثر يعني معنيين اكثر من اي حد تاني ان ده حق ليفاندوفسكي. يعني امتى ياخدها بقى؟ لما ما ياخدهاش في الموسم الحافل اللي عمله ده، والتدوجات الفرديه، وحتى صحيح. على مستوى الفريق مع الجمعيه مع فريق بايرن ميونخ. لا طبعا حدث ولا حرج، في حين ان ميسي ما كانش الموسم بتاعه مثمر بالشكل اللي هو يمكن الحاجه الابرز، بس كان فوز الارجنتين بكوبا امريكا. خلاف ذلك يعني موسمه كان سيء مع ساعتها كان في برشلونه بقى، ما كانش في يعني كمان على الاجواء في فرنسا، اكيد كمان على مستوى المانيا، ويمكن دايما بنتكلم على مستوى المانيا لان كان في طموحات كبيره جدا جدا على مستوى طبعا على الاقل يعني رؤساء البايرن ميونخ، كان موجود اوليفا كان رئيس النادي، كان موجودين المدربين، كله كان بيدعم ليفاندوفسكي طبعا المهاجم الرائع للبايرن والمهاجم البولندي القوي جدا على الحصول على هذه الجائزه، وكان فعلا يستحق بجداره. لكن معانا تقرير من المانيا طبعا من الشارع الالماني نفسه، ما بنتكلمش بقى على نقاد، ما بنتكلمش على رؤساء انديه، بنتكلم بناخد من الشارع حتى الالماني الناس كانت بتقول ايه، من خلال طبعا يمكن الناقد الرياضي ومراسلنا دلوقتي في المانيا محمد الباز، متواجد في المانيا وعمل هذا الحوار الرائع، نشوفه ونرجع مع حضراتكم.
جاهز. مساء الخير كابتن هاني رمزي، احنا هنا من المانيا بنغطي الحدث تشامبيونز ليج. طبعا في اكتر مباراه مهمه النهارده، فولسبورج امام ليل الفرنسي، وبرده على الجانب الاخر بايرن ميونخ امام برشلونه. النهارده بنبص على اصداء البالون دور، معانا فانس المان، طبعا معظم الالمان غير راضيين ان ميسي هو اللي حصل على البالون دور، وكانوا بيتمنوا ان ليفاندوسكي، وشايفين هو الافضل وهو من يستحق. حابين نسالهم النهارده عن رايهم، ونتابع مع حضرتك الاصداء بشكل كبير هنا في المانيا. Hallo, guten Abend. Hi. Hi. Wir wollten halt hier über Ballon d'Or Auszeichnungen fragen. Wie viel haben Sie das gefunden? Haben Sie erwartet, dass Messi das kriegt, oder haben Sie was anderes dann Gedanken gemacht? Bitte schön. Also ehrlich gesagt, haben wir nicht damit gerechnet, denke ich mal. Ich spreche mal für uns beide, dass Messi es nicht wird. Gerade jetzt, also auch als Wolfsburg-Fans, würden wir schon sagen, dass Lewandowski das verdient gehabt hätte. Trotzdem ist Messi, denke ich, ein Weltklasse-Spieler. Und ich denke mal, er hat auch was dazu beigetragen, aber ich, von meiner Seite aus ist Lewandowski eigentlich ganz klarer Gewinner. Okay, danke schön. Und Sie auch? Ja, wie gesagt, für mich ist das auch klar. Messi ist natürlich ein überragender Fußballer, jahrelang auf höchstem Niveau. Aber da muss man einfach sagen, dass Lewandowski definitiv in der Spitze aktuell, wenn man sich rein die Zahlen ansieht, von den Toren, die er macht, wie wichtig er für Bayern ist. Das hat Messi jetzt eher nicht so gezeigt im letzten Monat bei Barcelona oder jetzt gerade auch bei Paris. Das hat er jetzt zwar so langsam kommt er rein. وبنسأل طبعا لسه مع جمهورنا النهاردة عن رأيهم عن محمد صلاح والمركز اللي حصل عليه كالمركز السابع زي ما احنا عارفين، ورأيهم في مو صلاح. Wie haben Sie es gefunden, Mo Salah den siebten Rang? Verdient er das oder sollte er wahrscheinlich dann innerhalb mit den ersten fünf Spielen gewesen sein? Also aktuell von der Form her würde ich definitiv in der Top 5 sehen, weil er eine brutale Waffe für Liverpool in der Offensive ist, momentan eine super Saison spielt, ganz viele Scorerpunkte hat, sehr spielentscheidend momentan für Liverpool ist. Deswegen sind wir auf jeden Fall in der Top 5 gesehen, definitiv. Perfekt. Ja, auf jeden Fall auch in der Top 5 und auf jeden Fall auch viel besser als Jorginho, schätze ich. Also ich hätte Salah auf jeden Fall mit Jorginho getauscht und dann entweder vier oder fünfter Platz auf jeden Fall dabei. Weil es echt momentan wieder in Form und ich denke, verdient er auch. Glaubt ihr, dass Mo Salah vielleicht nächstes Jahr auf Ballon d'Or Sieger werden kann oder könnte? Schwierig, weil viel wird ja auch leider dran gemessen, was du mit dem Verein oder auch mit dem Land erfolgen hast, wie jetzt zum Beispiel bei Jorginho. Ja, der ist fußballisch für mich klar ein super Spieler, aber er hat jetzt nicht herausgeragt. Aber er hat die Champions League gewonnen, er ist Europameister mit Italien gewonnen, das zählt natürlich dann auch da wohl mit rein. Er ist Dritter geworden. Also, ob er ihn gewinnt, weiß ich jetzt nicht, aber ich vielleicht schafft das auf jeden Fall die Top 3 vom fußballerischen Wert. Super, und heute Champions League. طبعا تقرير اكتر من رائع، بنشكر زميلنا والناقد الرياضي وكان مراسل في المانيا محمد الباز، وكان مهم جدا ان احنا نروح كمان للارضيه للناس للجماهير بتقول ايه. سمعنا نقاد وسمعنا رؤساء انديه، لكن زي ما انتم شايفين وحضراتكم شايفين ان حتى على المستوى الجماهيري بنتكلم على ليفاندوفسكي كان الاحق، وكمان بالنسبه لاحتلال محمد صلاح للمركز السابع كان حتى على مستوى الجماهير العريضه اللي بتشوف الكوره ومن حقها انها تقول ان كان محمد صلاح يجب ان يكون من الخمسه الاوائل او كمان من الثلاثه الاوائل. اكيد محمد صلاح باذن الله محسن لو استمر بهذا الاداء اللي بدا به الموسم دوت مع ليفربول، مع ان شاء الله انجازات منتخب مصر، اعتقد محمد صلاح سيكون المرشح الابرز للحصول على هذه الجائزه هذا العام ان شاء الله. ان محمد صلاح باذن الله خد السنه دي القاب مع ليفربول، سواء دوري ابطال اوروبا او الدوري الانجليزي اللي هو الاقوى طبعا في العالم، انا بقول لحضرتك ان هو صلاح سيحصل على البالون دور السنه الجايه رغم انفه ان شاء الله باذن الله. طيب باذن الله. نروح بقى لمنتخبنا الوطني ومشواره في كاس العرب فيفا 2022. خلينا نتكلم على، قول لي بصفه عامه رايك في الثلاث مباريات عامه، يعني شكل اداء المنتخب من خلال رؤيه فنيه ومن خلال جهاز فني بقياده كروشو.
والله شوف حرك كان دايما البطوله العربيه او بطوله العرب دي ما كانتش بصراحه عمرها ما كانت حلوه بالشكل ده، كان دايما بيبقى فيها شويه مشاكل، حساسيات عربيه ما بتكملش، بدليل ان هي دايما ابدا تلاقيها مش منتظم، يعني مش كل سنتين او ثلاثه او اربعه، ده كل ما ايه بالبركه كده. السنه دي الموضوع مختلف تماما، ده يحسب بصراحه للمسؤولين في قطر عن البطوله، لازم نرفع لهم القبعه على ده، ملاعب حدث ولا حرج، ورعايه الفيفا كمان شيء. بتفرق جدا الفيفا بالظبط، لان الفيفا اصلا اعتبر البطوله دي بمثابه التجربه للمونديال بعد سنه. فعشان كده ناجحه كمان على المستوى الجماهيري، عمرنا ما شفنا مباراه بين مصر والجزائر، يعني ايه طبعا دايما مباراه مصر والجزائر بقى فيها حساسيه عاليه جدا كرويا، يعني مش عايز اقول حاجه ثانيه، لان كانت للاسف كانت في بعض الاحيان بتخرج او كثير من الاحيان كانت بتخرج عن الاطار الرياضي. صحيح. المره دي لا مختلفه، حتى هنقول بقى بطوله وديه او حتى الاثنين متاهلين او النتيجه تعادل، ومع ذلك الاجواء الجماهيريه رائعه جدا، الاعلام تناول الاعلامي سواء في مصر او في الجزائر اكثر من رائع، حتى المستوى اللعيبه نفسهم. صحيح. كل شفنا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر لما عمل تويتر بيتمنى فيها الشفاء لبغداد بنجاح، الحاجات دي بيبقى فيها بتكسر الحاجز النفسي لدى اللعيبه، لان احنا دايما عندنا ده كان مهم جدا يا كابتن قبل المباراه الفاصله في كاس العالم، انه وارد جدا تيجي معانا الجزائر او منتخب او تونس او المغرب. مزبوط. وارد جدا احنا بنسبه 60% معانا منتخب عربي، يعني لا نتمنى ذلك، مش عشان خايفين من حد، عشان بتبقى فرصه ان الاربعه يتاهلوا، يعني انا عن نفسي اتمنى نيجيريا مثلا او السنغال على الاقل، لكن ان حصل ما فيش اي مشاكل اهلا بتونس او بالمغرب او بالجزائر، فكان مهم جدا ان انت تقابلهم، لان دي بيكسر الحاجز النفسي. أيوة. ما بيعملش اللي هي المشاكل النفسيه والضغوط والتوتر والحاجات اللي بتحصل دي، يمكن اكثرهم شويه الجزائر، عشان كده انا سعيد بهذه المواجهه. كنت اتمنى نقابل المغرب بالمناسبه، بس مش مشكله ان شاء الله نقابلها في النهائي، عندنا مقابله ان شاء الله اذا فزنا على الاردن نقدر نكسب ان شاء الله وتونس كسبت ان شاء الله نقدر نقابل تونس، فيبقى قابلت الثلاثه. في الشكل اللي ظهر بيه كيروش لا كويس، مجمل الثلاث مباريات مع وجود ايجابيات كتيره جدا اتكلمت على بعضها في الانترو. ايجابيات انك تقريبا كل اللعيبه اللي معاك شاركت في البطوله. صحيح. ما عدا يمكن حراسه المرمى. صحيح. شايف البلان بتاع كروش، هل الهدف منه الحصول على البطوله؟ هل الهدف منه ان هو بيحاول يجهز عدد كبير من اللعيبه لما هو اقوى على مستوى طبعا البطوله افريقيا وعلى مستوى التاهل لكاس العالم؟ هي البطوله كلها مكاسب يا كابتن، رقم واحد هي اعداد جيد لكاس الامم الافريقيه اللي بعد شهر من الان، يعني دي اقرب حاجه ليك، وبعد كاس الامم على طول انت عندك مباراتي الفصل اللي هم اهم حاجه في حياتنا الفتره دي لكاس العالم، انت عندك البطوله دي والماتشين دول اهم حاجه عندك، فانت النهارده بطوله كاس العرب بتدي لك اعداد جيد. انت ما معكش مثلا ما معكش صلاح، ما معكش النني، ما معكش مصطفى محمد، ما معكش مرموش، ما معكش لعيبه بيراميدز مثلا، لكن انت على الاقل بتقدر تجرب عدد كبير جدا من اللعيبه. كان في وجهه نظري لما جه كروش في الوقت الحرج اللي هو قبل الجوله الثالثه للتصفيات المؤهله للمونديال اللي هي المرحله الثانيه، يعني قبل ماتش ليبيا، كان عندنا حاجه يعني كنت قلقان عليها جدا، قلقان منها جدا، اللي هي الانسجام، اللعيبه دي كويسه وكل حاجه بس ما لعبوش مع بعض كتير، فكانت دي فرصه كويسه جدا، واتمنى انه يوصل لابعد ما يكون، مش قصدي يكسب البطوله، ولكن عشان يبقى اكبر عدد من المباريات اللعيبه بتلعب مع بعض. صحيح. اكتر مش شفنا مثلا واحد زي مصطفى فتحي زاد من المباراه الاخرى، اكرم توفيق، اسامه فيصل، حسام فيصل، الشباب الصغيرين دول خدوا فرصه دوليه. ده حمدي فتحي اكتشاف طبعا، هو لاعب رائع، ولكن اكتشاف اكتر بياكد ده. صحيح. ملك التاكلينج في العالم تقريبا، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، كل ده بيدي ثقه اكبر للعيبه، وبيدي ثقه، بيدي حلول للمدير الفني، ان هو البطوله دي ليست رقم واحد ولكنها اعداد لما هو مهم اللي هي كاس امم افريقيا، والاهم اللي هو التاهل للمونديال، فهي طبعا كلها مكاسب. كمان خلي بالك برضه يا محسن، بتبقى رسائل، يعني رسائل مهمه كمان جدا لمنافسيك القادمين. بالظبط. يعني لو بنتكلم على منتخب المغرب، الجزائر. بالزبط. تونس، السنغال. نيجيريا. لما كمان بيبصوا على هذا المستوى. مصر عندها كمان قاعده من الاختيارات كبيره جدا من لعيبه مميزه. صحيح. ده من الجانب النفسي يعني بلس، يعني ده حاجه ايجابيه وحاجه تضاف طبعا للمنتخب. صحيح. المصري. صحيح. يمكن كبير يعني. كنت قاري حتى في تعريف الصحافه الجزائريه كانوا بيتكلموا ويقولوا ان منتخب الجزائر في طريق مفتوح للفوز، قصدي للتاهل للمونديال، ولكن عنده عقبه في منتخبات التصنيف الثاني فيما لو واجه مصر او الكاميرون، هو اعتبر ان دي عقبه لان دول اقوى منتخبين في وجهه نظر طبعا الاخوه الجزائريين، ان هو طبعا اكيد ما يتمناش يقابله، عشان مش عايز يعني عايز يكون اسهل، ولما لا مالي مثلا ولا
بقيه المنتخبات اللي هي الاقل شويه المستوى الثاني. اه بالظبط، مالي او كونغو مثلا. فهو كان حابب ده، فده بسببه انت بتزيد اكتر، لان منتخب مصر حتى وان كان في التصنيف الثاني فهو بيزيد مع الوقت، منتخب ليها ثقله. النهارده انت شايف، انا قاري كل الصحف الاردنيه النهارده تقريبا كلها بتتكلم، ولما لا نحقق المفاجاه. هاجي لك محسن ونتكلم شويه كمان عن مباراه مصر الاردن، اللي في اعتقادي الشخصي يمكن هتبقى مباراه صعبه على المستوى الفني وعلى مستوى كمان الاداء، لان المنتخب الاردني اثبت من خلال مش هقول من تجربه الكاس كاس العرب، لكن من خلال التجربه قام بيها الكابتن الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري من سنين طويله وهم مستمرين على هذا الخطه. لكن تعال انا وانت نشوف نتائج الجوله الاخيره من طبعا الدور الاول او دور المجموعات من كاس العرب، ونعرف مين اللي وصل. وطبعا الطريق معروف، طريقنا ان شاء الله باذن الله طريق معروف، لكن نشوف نتائج الجوله معانا. طبعا دي مباريات دور الثمانيه، ده طبعا المباريات اللي جايه، مباريات دور الثمانيه. تونس طبعا هتقابل طبعا سلطنه عمان ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 5. قطر هتقابل الامارات الساعه 9 في نفس اليوم. يوم السبت ان شاء الله مصر هتقابل الاردن الساعه 5، والمغرب والجزائر الساعه 9 ان شاء الله. يعني زي ما انت بتقول المباريات كلها قويه، يعني المتعه مضمونه يا كابتن في الاربع مباريات. يعني هقول لحضرتك ليه. كل يعني مثلا تونس وعمان مثلا. تونس وعمان، تونس كان عندها تجربه في البطوله دي، انها لم تحترم الخصم اللي هو كان منتخب سوريا في الجوله الثانيه، فخسرت منه وكادت يعني ان يكلفها الخروج من البطوله، لكنها تداركت نفسها ولحت نفسها بالفوز على الامارات في المباراه الثالثه وتاهلت، في الحين ان سوريا كانت ما زالت تحتفل بالفوز على تونس فخسرت من موريتانيا. لم تحترم المنافس، ادي حاجه. الحاجه الثانيه منتخب عمان، منتخب انا في وجهه نظري ده يعني مش كتير بيتابعه، ولكن هو انا شايف ان هو برازيل الخليج، يعني دايما في كاس الخليج بيبقى ليه طعم خاص. اللاعب الخليجي ينقصه للاسف الاحتراف الاوروبي، لولا الانغلاق على انفسهم كان يبقى لهم شان اخر. يمكن الوحيد كان علي الحبس اللي كان محترف بره، لكن دايما لعيبه بيحس ان هو برازيل الخليجي. يمكن كمان اخرج في مباراه الجوله الثالثه، اخرج البحرين، وما ادراك ما البحرين، هو بطل كاس الخليج النسخه الاخيره. فعشان كده المباراه ليست بالسهله تماما ما بين فريق عرب اسيا وفريق عرب افريقيا. المباراه الثانيه قطر الامارات، دي ده ديربي خليجي، ديربي خليجي جدا. ومن حوالي سنتين بالظبط كان في مباراه رسميه بين الاثنين، دور نصف النهائي لبطوله كاس اسيا على ارض الامارات، وفاز المنتخب القطري برباعيه نظيفه ما زالت عالقه في الاذهان. ويومها حتى المنتخب القطري اكمل البطوله وفاز في النهائي على اليابان وخد اللقب كاس اسيا. الاخوه في الامارات لم ينسوا هذه المباراه، اكيد في نوع من الصقر طبعا، الصقر القروي ولا شيء اخر، لكن هي مباراه ديربي قوي جدا جدا جدا. وحتى وان كان المنتخب القطري بيتفوق بعنصري الارض والجمهور والنقاط، لان هو والمنتخب المغرب هما الاثنين الوحيدين اللي حاصلين على 9 نقاط من 9 نقاط. هتبقى مباراه تميل طبعا كفتها قليلا. هنتكلم على دور الثمانيه بالتفصيل، وخاصه اكيد هنقف على مباراه مصر والاردن. لان كمان يعني خلينا نتكلم ان المنتخب الاردني منتخب ادى بشكل اكتر من رائع. وان نغمه ان احنا دايما لا بلاش نروح للمغرب نروح لفريق ده، خلي بالك ده سلاح ذو حدين. اولا على مستوى تاهيل واستعداد اللعيبه للمباراه. على الجانب الاخر لو شفت منتخب الاردن ممكن جدا يعلي من معنوياتهم، هم كانوا يعني عايزين يقابلونا عشان فاكرين ان الدنيا سهله. وبالتالي بيكون ممكن المدير الفني بيشتغل نفسيا مع اللعيبه في الجزئيه دي. في حتتين يا كابتن في هذه الجزئيه. اولا منتخب الاردن احنا لسنا عندنا مثال في البطوله، سوريا، تونس تحديدا مع سوريا. تونس كسبان اول ماتش 5، وبعدين جت على قدام سوريا تهاونت تماما فخسرت بهدفين. سوريا نفسها استهانت بموريتانيا عفوا يعني فخسرت ب2-1 وخرجت من البطوله. ان انت عدم احترام المنافس ده بيضيعك كمان. طيب. منتخب الاردن ما عندوش ما يبكي عليه، لو خسر من منتخب مصر التاريخ في سلام. بس خلينا نشوف كمان كده الاربع مجموعات، المتاهل والتاني من خلال الاربع مجموعات هنشوفهم مع حضراتكم كمان، عشان نشوف كمان مين اقوى الفرق الموجوده على مستوى الارقام. طبعا المجموعه الاولى طبعا قطر بالعلامه الكامله، 3 مباريات 9 نقاط، يليها المنتخب العماني ب4 نقاط، العراق. واعتقادي برضو محسن العراق كانت مفاجاه، لان العراق من الفرق القويه جدا على مستوى اسيا، لكن لم تستطيع طبعا الوصول. طبعاً خساره مفاجاه في المباراه الاخيره قدام قطر بثلاثيه نظيفه، يمكن الثلاثيه كانت صعبه. كل كان الطريق مفتوح ان العراق تقدر تعمل حاجه وترجع في البطوله وتنافس، لكن زي ما بيقول حتى معلق المباراه قال كلمه ظريفه، قال قطر استنتهم كتير قوي في الاخر، طب انتم ما عملتوش حاجه، طب يلا. صحيح. فخدوا الثلاثيه نظيفه. طبعا المنتخب البحريني في المركز الاخير بنقطتين. نروح للمجموعه الثانيه.
ترتيب تونس في الصدارة بست نقاط، نفس عدد النقاط مع المنتخب الإماراتي بست نقاط، سوريا في المركز الثالث بثلاث نقاط، موريتانيا في المركز الرابع بثلاث نقاط. المجموعة الثالثة المغرب بالعلامة الكاملة، الأردن بست نقاط في المركز الثاني، السعودية وفلسطين في المركز الثالث والرابع وكل منهما نقطة واحدة. المجموعة الرابعة مجموعة مصر، طبعا تتصدر مصر بأول مرة في التاريخ تتصدر أو يكون هو الفير بلاي هو العامل الرئيسي في تحديد المركز الأول. مصر طبعا بالفير بلاي وبأدائها أمام المنتخب الجزائري استطاعت أنها تحصل على الصدارة على حساب المنتخب الجزائري بفرق، مش بقى فرق الأهداف ولا فرق النقاط لكن فرق الإنذارات. مصر في المركز الأول، الجزائر في المركز الثاني نفس عدد النقاط سبع نقاط، لبنان في المركز الثالث بثلاث نقاط، والسودان في المركز الأخير بعدد زيرو من النقاط وهزيمة بثلاث مباريات. تعالى نتكلم بقى على مباراة مصر والأردن. على مستوى، خلينا نتكلم على مستوى، دايما كروش بيفاجئنا ببعض بدايات المباراة والتشكيل. هل تعتقد، طبعا احنا عارفين غياب، طبعا خلاص غياب أيمن أشرف اعتقد احمد حجازي واكرم توفيق، مين اللعيبة اللي من وجهة نظرك ممكن تكون بديلة لهؤلاء اللاعبين؟ خلينا نتفق بس ان المره دي ما فيهاش تجريب قوي زي الثلاث مباريات اللي قبل كده، لان الثلاث مباريات دول في دور المجموعات. صحيح. فبالتالي عنده اريحيه يتعادل ويخسر يعني في حسابات عنده فرصه، لكن الحسابات المره دي طبعا مختلفه، ان هو خلاص مباراه خلاص الموضوع منتهي، لابد من فائز يعني، والخاسر بره حتى لو كان بضربات الجزاء حتى لو كان بالانذارات حتى، فهتلاقي نفسه هو مش هيدي نفسه الفرصه دي، فبالتالي هيبدا من البدايه، اتوقع ذلك يعني انه يبدا من البدايه كده ضاغط بلاعبته. اعتقد التشكيل مش هيختلف كتير عن المره اللي فاتت، الا يعني طبعا الثلاثه اللي اجبر ان هو خلاص مش هيبقى موجودين. ممكن يعدي قفشه، هيرجع اكيد يعني قفشه اعتقد جاهز خلاص، ممكن يبقى ليه مكان في، مهم جدا دور قفشه في المنتخب اعتقد طبعًا. رغم يمكن اختلاف طريقه اللعب 4-3-3، لكن حتى في المباريات اللي بيشارك فيها قفشه بنظام 4-3-3 بيكون ليه دور مؤثر جدا. صحيح. الاستحواذ في نقل الكوره من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، كمان حاله الانسجام مع بين اللعيبه من المباراه الاخرى. يعني انت بتشوف النهارده حمدي فتحي بيزيد يوم عن يوم، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. السولية هو اوريدي زايد ولكن بيزيد يوم عن يوم، بسم الله ما شاء الله. كذلك يعني ان شاء الله قفشه غاب بس هيرجع ان شاء الله باذن الله على مباراه بعد بكره ان شاء الله. حتى مثلا تلاقي واحد زي مصطفى فتحي لاعب رائع جدا بيكسب مع الوقت، مع يعني ايه اللعيبه دي، انا كنت سعيد جدا انها بتلعب مباراه قويه زي مباراه الجزائر عشان ياخدوا يعني يتخلصوا من حساسيات المباراه دي اللي بيسمعوا عنها، الضغوط اللي بتبقى بيسمعوا، فهو بيلعب عادي وهو يعني ايه بلاش شغل الاعلام دايما بيهول شويه والمواجهات. عشان كده انا خايف من الناس ان هي ترتاح شويه او تركن لحته التاريخ، ان خمس اربع انتصارات لمصر على الاردن، والاردن انتصار وحيد وتعادل وحيد، فبالتالي احنا في طريق مفتوح دلوقتي. لا لا خلاص، انا هقول لحضرتك من حوالي اربع سنين كان في بطوله 2017 كان في بطوله الانديه العربيه هنا في القاهره، وكان الاهلي بيشارك بالصف الثاني والفيصلي كان جاي الاردني، ومع ذلك فاز مثلا على الاهلي ساعتها، مع انه كل الناس كانت بتتكلم وان الاهلي منقوص من لعيبته الاساسيين. نفس الكلام بيحصل النهارده في الصحافه الاردنيه، بيقول لك المنتخب المصري مش بلاعيبته الاساسيين، يغيب صلاح يغيب النني، ومع ذلك قادرون على تحقيق المفاجاه. من النقطه دي هي اللي بتخوفني بصراحه على المنتخب، اتمنى ان هم ما يمركنوش ابدا او ما يمشوش ورا الكلام ده. العب مباراه جاده جدا، المنتخب الاردني هيلعب مباراه مش هقول مفتوحه ولكن ما عندوش حاجه يبكي عليها، لو خسر لن يلوموا احد، انت خسرت قدام عملاق افريقيا شئت ام ابيت. المنتخب على فكره منتخب قوي جدا يعني، منتخب قوي، الاخيره كسب حماسي بخماسيه، عنده روح عاليه جدا، وزي ما بقول لك يمكن كان البلاننج والخطه الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري كان ليه اثر ايجابي كبير طبعا. جدا جدا على الكره الاردنيه، وكابتن حسام الشخصي ده امتداد لما خططه الكابتن محمود الجوهري يعني. بالظبط، واللي اكمله بعد كده بالمناسبه الكابتن حسام حسن لما بالزبط. وصل معاهم يمكن المرحله الاخيره لتصفيات كاس العالم، لولا خسر طبعا قدام اورجواي وما ادراك ما اورجواي بخمسيه نظيفه في الاردن، مع انه حقق نتيجه ايجابيه، بس كانت المباراه الثانيه اعتقد 0-0 او 1-1 في 1-1 بس كان المباراه خلاص بقى الموضوع انتهى 5-0 كان الموضوع بالزبط. انتهى يعني، لكن كانوا وصلوا شويه، يمكن حتى كانوا يعني كانوا سعداء بان هم قالوا لا دي حاجه مشرفه ان انت وصلت النهارده لحاجه زي كده، وكان على اخر مباراه كان التاهل لكاس العالم اكيد
كابتن محمود الجاري رحمه الله عليه وكابتن حسام حسن ربنا يديه الصحه، كان لهم تاثير في ده، فهم قريبين شويه من الكره المصريه، الكره المصريه هم عينهم عليها، انت بالعكس انت عينك مش على الكره الاردنيه خالص بكل امانه. اتمنى ان كروش، هو راجل بيدرس كويس جدا يعني بيعرف يدرس الفرق، يكون درسهم على الاقل في الثلاث ماتشات الاخرانيين، ويقدر بكره ما يديش فرصه قصدي بعد بكره ما يديش فرصه للمنتخب الاردني، لان اي دقيقه بتعدي في صالح المنتخب الاردني اللي بيكسب ثقه وبيكسب ارضيه. صحيح. لان النتيجه كده في صالحه زي ما انتم حضراتكم، ما عندوش حاجه يخسر يبكي عليها، لو خسر ما حدش هيلومه، لكن انت اللي هتلام فيما لو خسرت، حتى لو خسرت بالقرعه، حتى مش هقول لك هيتقال لك انت كنت فين طول الماتش. صحيح. فهو بنفس القصه يعني، اعتقد المنتخب عنده حماس انه يقدر يكمل. انا واحد من الناس مش هدفي البطوله قد ما هدفي ان هم يلعبوا اكبر كم من المباريات. يعني انا تمنيت زي ما قلت لحضرتك، تمنيت ان احنا نقابل الجزائر تاني، يعني حتى لو نخسر من مش نخسر مباراه، نخسر بالكروت كده زي ما حصل من الجزائر، ونقابل المغرب لكن ملحوقه نقابلها في النهائي ان شاء الله، ونقابل في قبل النهائي تونس. يبقى انت خدت الثلاثه الكبار. ده كلام محترم جدا على مستوى، لان بطوله بطوله اكيد مصر محتاجه انها تاخد هذه البطوله، لكن على مستوى كمان التحضير لما هو اهم، الاهم لازم نقابل فرق قويه، لازم نتقابل مع المغرب ان شاء الله في المباراه قبل النهائي، لازم ممكن جدا نتقابل تاني مع المنتخب الجزائري. فكل ديت كل دي اختبارات قويه جدا ومباريات قويه نقدر من خلالها نبني ونرجع تاني شخصيه المنتخب المصري لعهد 2006 و8 و10 وما قبلهم. فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. لسه عندنا كلام كتير عن منتخب مصر لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مع حضراتكم في مع منتخبنا القومي في كاس العرب في قطر. وطبعا محسن كنا بنتكلم على مباراه الاردن امام المنتخب المصري، انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، المنتخب الاردني على حتى نتكلم على المستوى المعنوي، اعتقد معلوش نفس الضغوط ونفس البريشر اللي على لعيبه المنتخب المصري، وبالتالي الامور فيها خطوره كبيره على المنتخب المصري مفيش شك يعني. طبعا بالاضافه لكده يا كابتن هاني، كان يعني في حاجه اتمنى طبعا المنتخب الاردني ما يستغلهاش، هي بالمناسبه المنتخب الاردني والمنتخب المغربي بتصبوا في صالحهم، ان المنتخبي مصر والجزائر في مباراتهم مع بعض اول امبارح استنزفوا كتير، يعني استنزفوا ذهنيا. كانت مباراه سريعه بدنيا. لا كمان الضغوط بتعمل يعني ايه، هتقول لي مثلا منتخب الجزائر بان عليه اكتر في الشوط الثاني، ما جاش الشوط الثاني، يعني حتى كنت لو كان استمر منتخب الجزائر بنفس الاداء الشوط الثاني زي الشوط الاولاني كان ممكن كسب 2-0 مثلا، لكن هو وضع عليه الضغط الذهني او الضغوط اللي حصلت له اثرت عليه. هنقول منتخب مصر زاد في الشوط الثاني، ما هو ده برضه اثر عليه انه ذهنيا لعب اكتر 90 دقيقه بنفس المستوى. أو زاد مع الوقت، فده برضو الضغوط دي فكت يعني اللعيبه بعد المباراه. حضرتك طبعا تتكلم اكتر مني في الجزئيه دي، حضرتك لاعب كوره. لا طبيعي طبيعي بيبقى الضغط العصبي والضغط البدني بيأثر بشكل كبير، لكن ان شاء الله يعني ان شاء الله ما يستغلهاش يعني بالظبط. عندنا طبعا فريق الاعداد محضر لنا مشوار المنتخب المصري والمنتخب الاردني في كاس العرب، طبعا ثلاث مباريات. المنتخب المصري انهى دور المجموعات في المركز الاول، الاردن في المركز الثاني في مجموعتها اللي كانت طبعا مجموعه كمان قويه، كان فيها منتخب المغربي والمنتخب السعودي. منتخب مغربي بس، لكن السعودي السعودي بالصف الثاني الفلسطيني يعني كتر خيره. مظبوط. طبعا الاثنين حققوا فوزين، المنتخب المصري حقق فوزين، كذلك المنتخب الاردني. منتخب مصر بلا هزيمه، المنتخب الاردن بهزيمه واحده امام منتخب المغرب. صحيح. التعادل كان مره واحده للمنتخب المصري، والاردن ما تعادلتش. 7 نقاط لمصر، 6 نقاط للاردن. طبعا له من الاهداف 7، المنتخب الاردني ليه 5، المنتخب المصري عليه هدف واحد، المنتخب الاردني عليه 5 اهداف. خلينا نتكلم بعض يعني في بعض الاحيان او احيان كثيره الارقام ما بتدلش بالظبط بشكل كبير على قوه المنتخب يعني. المستطيل على ارض الملعب او المستطيل الاخضر كل ده ملوش اي اعتبار، ومين اقوى من مين ملوش اي علاقه خالص. لا تزال اي فرصه لو البرازيل حتى بتلعب مين في النهايه 50-50، لان في كره على ارض الملعب في النهايه هم 11 ضد 11، الفوارق بقى بتحصل ما بين اللعيبه طبعا، او ظروف كل مباراه زي مثلا منتخب مصر يحسب بالمناسبه لكروش انه بيفقد في اول نص ساعه 2 لعيبه وقبل المباراه كان عنده قفشه، فده بتبقى ظروف مباراه طرد مثلا لا قدر الله من هنا ومن هنا. لكن على في النهايه هي 50-50، عشان كده يعني كل المعطيات بتقول منتخب مصر في طريق مفتوح للفوز، لكن على ارض الواقع
اتمنى ان احنا ما نتغرش بهذه الجزئيه ونلعب مباراه قويه جدا من البدايه، لان اي دقيقه بتعدي بتبقى في صالح المنتخب الاردني اللي هو جاي يلعب مباراه بكل امانه للمتعه، ما عندوش اي حاجه الا بقى لو ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم منتخبنا كده في البدايه ويسجل جون ولا اتنين في اول ربع ساعه، فالعمليه ممكن تفتح معاك، فبالتالي هو يبتدي بقى يحافظ على كده. على فكره كمان من الارقام اللي وقفتني شويه عن مباراه المنتخب الاردني امام فلسطين، تخيل نسبه الاستحواذ كام؟ 50-50 يعني فريق كسبان 5، دي ليها دلاله بالنسبه للمدير الفني. نسبه الاستحواذ في المباراه ديت كان 50-50 وعدد الكورنرز على فكره الكورنرز اللي كان على يعني على المنتخب الاردني 9، يعني المنتخب الفلسطيني جاب 9 كورنر وعليه 2 كورنر بس، وبالتالي اللي بيسمع 5-1 يقول ان المباراه لا استحواذ كامل من طرف واحد. تاخد من ده ايه؟ ان هل المنتخب الاردني ما عندوش سياسه الاستحواذ، وبالتالي ممكن جدا يدي الاستحواذ للمنتخب المصري، وممكن جدا في حاله الكاونتر اتاك كور ثابته ممكن يستغلها، لان ولكن ليس منتخب فلسطين ليس منتخب مصر زي منتخب فلسطين طبيعي. يعني هذه النقطه هو زي ما تقول ايه المعطيات دي بتقول لحضرتك ان هو خطف اجوان سهله جدا، دفاع الى حد ما على قد حاله في المنتخب الفلسطيني طبعا يشكر في ظل الظروف الصعبه اللي بيعانوها في النوم حتى يروحوا يسافروا لحد قطر، اكيد في على المعابر حاجات يعني صحيح. مش وقت بقى نتكلم عنها، فكل الحاجات دي بتاثر عليهم، فعشان كده هم لهم كل الشكر ولهم كل التحيه، بس واضح ان هم ايه متاثرين بكده، فعشان كده كان بسهوله خالص النتيجه دي جت بسهوله، يعني المهاجمين بيسجلوا بسهوله الدنيا بسهوله وخلاص مش فارقه كتير بقى الاستحواذ من الكلام ده كله، لكن ليس منتخب مصر كمثل منتخب فلسطين اكيد هو مش هيقدر يعمل ده، هيحاول يتكتل دفاعيا. انا ما يخوفني اكتر من المنتخب الاردني مدربه مع عدنان حمد، بصراحه مدرب رائع جدا خبير بيعرف يقرا المباريات كويس، راجل حتى متوازن في كلامه، ده انا بخشى بس يعني الغرور او سهوله المباراه اعلاميا على الورق يتسلل الى لاعبي منتخب مصر ويكروش، اتمنى ان شاء الله يعني ينهوا الامور مبكرا باذن الله. طبعا على مستوى اللي بنتكلم على الاداره الفنيه ما فيش شك بيكون اداره ليها دور كبير، لكن كمان على مستوى اللاعبين وده اللي موجود على ارض الملعب كمان بيكون ليهم دور كبير جدا جدا. معانا اللاعبين الافضل في منتخب الوطني على مدار البطوله طبعا من خلال الارقام، صناعه الفرص، اكتر لاعبين صنعوا فرص هو أفشة وعمرو السوليه، كل منهما خمس فرص او صناعه للفرص. التمريرات الصحيحه احمد فتوح ب 173 تمريره بنسبه 86%، التمريرات البينيه قفشه عنده 5 تصويبات على المرمى وده مهم جدا. حسين فيصل كمان من اللعيبه المميزه اللي ظهر بشكل اكتر من رائع في الاداء الهجومي والدفاعي، وكمان على مستوى التصويبات هو افضل لعيب المنتخب ب6 تصويبات منهم 4 ما بين القائم والعارضه، ودي نسبه هايله بنسبه طبعا. تقريبا بتتكلم في 80%، فده نسبه عاليه جدا جدا. العرضيات بنتكلم على احمد رفعت، بص محسن هاخد من الارقام دي وابدا اتكلم معاك في يعني حتى سيناريو المباراه اللي جايه. احمد رفعت افضل لاعب في العرضيات ب10 عرضيات، الدريبلينج او المراوغه الصحيحه مصطفى فتحي 16 عمل منهم 9 بشكل سليم، استخلاص الكره ده طبعا من نواحي الدفاعيه محمود حمدي الونش طبعا ب26 استخلاص للكره، الالتحامات الهوائيه الونش فاز ب 18 من اصل 20 كره هوائيه، ده رقم كبير جدا جدا طبعا. الونش بيقدم مباريات قويه جدا ومدافع على مستوى عالمي بصراحه، وقطع التمريرات عمرو السوليه ب 20 طبعا مره قطع تمريرات بشكل سليم. عايز اخد من دوت واكلمك على دور أفشة. دور أفشة كصانع للالعاب واكتر واحد في المنتخب برغم ان هو ما شاركش في الثلاث مباريات، لكن النهارده قالوا ان هو الحمد لله بقى جاهز ان شاء الله لمباراه الاردن. تاثيره على المنتخب في مباراه الاردن بذاته اكيد طبعا تاثيره مهم جدا، حتى مش بس صناعه الفرص، يعني حتى التمريرات البينيه كمان هو اكتر لاعب في منتخب مصر عامل ده، هو كمان في تجانس كبير جدا ما بينه مثلا زي محمد شريف بحكم لعبهم في النادي الاهلي فترات طويله، في تفاهم كده ايه زي ما تقولوا هم بما انك قلت محمد شريف عايز اعرف برضو رايك، هل فعلا زي ما الناس كلها بتقول هل هو وجود محمد شريف على الطرف الشمال في وجهتين نظر؟ وجهه النظر الاولى ان ممكن جدا يكون كيروش عنده قناعه ان هو يكون راس حرب، هو المركز الافضل ليه راس حرب تمام، فبالتالي ممكن يشوفه او بيجربه في مركز الجناح الشمال. هل ده انت شايف شريف يعني
بيقدم مستوى كويس؟ اه طبعا شريف بيقدم مستوى كويس جدا، وكويس ان المدرب، لان هو المدرب كيروش تحديدا كان ليه يعني موقف معاه ان هو اول ما جاء استبعده في ماتشين ليبيا، فهو بس هو طبعا الراجل كان بيدي رسائل كده لكبار الكره في مصر، الاهلي والزمالك، فراح مخوف الاثنين يعني، نقدر نقول كده ذبح القطه للاهلي والزمالك من اولها، راح مستبعد من هنا شريف وقفشه، وراح مستبعد من الزمالك طارق حامد وجيزو، يعني هو ايه حد شجع احسن من حد، وانا صاحب القرار، ومهما كان اسم اللاعب انا ما عنديش عزيز في المنتخب، فتحديدا شريف وطبعا رجع تاني معاه في القايمه، واكيد اللاعب لا غنى عنه، كل اللاعب ده كلها لا غنى عنها، لكن هو بدا يجرب يعني كويس جدا، ان البطوله كلها مكاسب. ليه بقول كلها مكاسب؟ مش بس يعني ايه شريف في مكان اخر، بيقفشه بيعزز مركزه كلاعب اساسي في منتخب مصر اللي هو كان استبعده في اول ما جه، كمان اللعيبه الثانيه اللي هو حسام فيصل، محمود حمد الونش، احمد فتوح، كل اللعيبه بصراحه انا مش عايز انسى حد، احمد رفعت، كل اللعيبه دي اكتشافات يعني، حتى مصطفى فتحي بيزيد يوم مباراه عن مباراه بتلاقيه بيكتسب ثقه، بياخد الكره وبيرقص وبيعمل، يمكن حتى كان في ماتش الجزائر هتلاحظ ان اميز لاعب كان عندهم اللي هو اللاعب اللي بيلعب في قطر في الريان القطري، مش متذكر اسمه، كان هو لاعب جوكر في المنتخب الجزائري، يمكن كان المواجه المرادف ليه عندنا في مصر كان مصطفى فتحي، بصراحه كان بيحاول يعمل ده. هو طبعا زي ما انت بتقول يعني كل الناس بتتكلم ان ياسين ابراهيم عفوا يعني هو وارد جدا يكون مثلا بيجرب محمد شريف طرف شمال، واضح انه مش كوب مع الموضوع، مش هي دي امكانياته بالظبط، فاعتقادي الشخصي ان دخول محمد شريف كراس حربه في مباراه الاردن مهم جدا بالظبط، برضو من الارقام اللي جات لنا، هو دايما باخد من الارقام طرف شمال او جناح شمال، احمد رفعت قدم مباراه رائعه وهدف عالمي طبعا، هل وكنا متوقعين انه ياخد فرصه المباراه اللي فاتت امام المنتخب الجزائري، لكن هل كمان كان كروش يعني عامل اوراقه ان احمد رفعت يكون ورقة بالزبط اساسيه في مباراه الاردن بالظبط، لان هو كده كده صعد خلاص مباراه الجزائر، ما مش هقول تحصيل حصل، ما ليس الا بس للترتيب الاول والثاني مش اكتر من كده، ومباراه لها ضغوط اكيد، والجهاز الفني وصلوا له يعني حساسيه المباراه العاليه جدا، فبالتالي خلاص ابقى على بعض اللعيبه اللي كان من حسن حظه، مثلا واحد زي قفشه اوريدي كان مصاب، فبالتالي يتعافى لمباراه الاردن، واحد زي فتوح، واحد زي احمد رفعت عفوا، يعني اللعيبه اللي هو دي تبقى مكاسب اكبر، انها خرجت من الضغوط بتاعت او الاستنزاف الزين تحديدا في مباراه الجزائر، بالاضافه طبعا لبقيه اللعيبه اللي اكيد طبعا عندها خبرات فتقدر تتغلب على ده. هو بيجرب دي ده احد المكاسب برضو يا كابتن، ان هو صحيح. بيقدر بيجرب معه. كنت لسه بقول لحضرتك من شويه ان منتخبي الجزائر والمغرب هم موجودين بفريق تاني غير الفريق الاولاني، ولكن من يحكم هو المدير الفني الاولاني الفريق المنتخب طبعا. يعني جمال بالماضي على اتصال دائم بمجيد بكره بيجرب ده لاعب، يعني مش بيدوا له اوامر، لكن في النهايه مصلحه المنتخب الاول. خلي بالك العلاقه ما بين ودايما العلاقه ما بين المدير الفني للمنتخب الاول والمدير الفني للبيتيم او حتى للمنتخب الاولمبي علاقه مرتبطه جدا، انت لازم هم فريق واحد يعني. بالظبط، يعني انت جرب لي كذا اعمل لي كذا عشان بالزبط. انا عندي هنا ما هو هو الفوز بالبطوله شيء رائع، لكن مش ده الهدف الرئيسي للكل، عشان يكون بامانه وتحديدا الكبار المغرب تونس الجزائر مصر قطر على بطوله افريقيا. بالظبط، فبالتالي تجربه فرصه، يعني فرصه رائعه جدا، انا واحد من الناس كنت اتمنى يبقى فيها مباريات اكتر من كده، نغلب نتغلب مش مهم صحيح. يعني مش مهم ده عندي، المهم عندي التجربه الاكبر، انه يجرب اكبر عدد من اللعيبه، عشان كده زي ما بيحصل في منتخبي المغرب والجزائر اللي هم يعتبر من اقوى الفرق في الاقوى المنتخبات في البطوله، برضو بيحصل عندنا، وان كان هو الجهاز الفني واحد، فبالتالي بقى مش محتاج يتواصل مع حد، هو بيجرب بنفسه، يجرب شريف في الناحيه الشمال. طيب بالنسبه للتشكيل يعني. تتوقع مين يوم السبت؟ يعني خلينا نتكلم، دايما كروش بيفاجئنا بتشكيلات معينه وتغيير في البوزيشن، لكن غياب طبعا حجاز، غياب ايمن اشرف، اكرم توفيق، صحيح. خلاص بيدي على الاقل ملامح 70% من التشكيله. قول لي كده التشكيله يعني الشناوي اكيد او السيناريو المتوقع. الشناوي هنتكلم الشناوي طبعا حراسه المرمى، الونش يعني مش متذكر قوي، احمد ياسين طبعا ابو المدى، احد اكتشافات البطوله صحيح. بالمناسبه يعني ده اكتشاف جديد اللي يحسب لكروش، احمد ياسين، الونش، في عمر كمال عبد الواحد، عمر كمال في وفتوح ناحيه الشمال، مين فتوح، احمد فتوح بالظبط كده، ممكن في النص ممكن يبقى اكيد السوليه طبعا، حمدي فتحي، حمدي فتحي ممكن يبقى قدامهم حسين فيصل لا قفشه، ما هو ده السؤال يعني، وجهه نظري قفشه طبعا. حسين كمان خلي بالك، حسين لعب الماتشين اللي فاتوا وعمل مجهود كبير جدا جدا في المباراتين صحيح، حتى على المستوى البدني باعتقادي الشخصي،
وعلى المستوى الفني ممكن يبدا بقفشه يعني. لو كان قفشه جاهز بنسبه 100% اكيد قفشه طبعا، الخبرات والانسجام مع زماله اكتر شويه من حسين، لكن ان غاب قفشه لا سمح الله حتى لو كان على دكه البدلاء اعتقد حسين يعني قادر ان شاء الله يسد الحته دي بحماسه بعلوم مستواه من المباراه الاخرى. طب ثلاثي الهجوم ناحيه الشمال طرف شمال ممكن شريف بقى تاني شريف، هو تفتكر هيبدا مروان تاني كراس حربه؟ لا هيدي مروان لان انا على فكره ضد الهجوم اللي جاي عليه قوي، لان في النهايه دي يعني بيبقى فيها بيلعب يعني هو يعني لعيب مجتهد ولعيب كويس، لكن في خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا كتارجت سترايكر كراس حربه ما اعتقدش ادى مردود. انا فاهم جيد، فانا انا طبعا هختلف معاك في ديت. انا في يعني انا يعني اتمنى انه يلعب احمد رفعت كطرف شمال ويخش محمد شريف كراس حربه وناحيه اليمين يعني ممكن ده وارد جدا على فكره يا كابتن، ممكن يفكر في الحرب بتفكر فيه ده بنسبه كبيره على فكره، ممكن تصل ل 95% مثلا، ممكن مصطفى فتحي مثلا يبدا بيه كمان كطرف يمين، لازم كمان هيبقى جبهه كويسه قوي يعني بتكلم على جبهات، هيبقى عمر كمال عبد الواحد قدامه بالزبط. مصطفى فتحي فتوح قدامه احمد رفعت ده لو بدا بالتشكيله دي، واتمنى يعمل ده بالمناسبه يعني مبروك علينا المباراه ان شاء الله من الشوط الاول ان شاء الله كمان. ان شاء الله. طيب نيجي سريعا لتوقعاتك لباقي طبعا النوك اوت لمباريات كاس العرب، نتكلم على بالظبط تونس طبعا تونس في النهايه كله 50-50، لكن انا بتكلم توقعات. تونس تكسب قطر الامارات انا متوقع غيرك على فكره، انا المنتخب العماني منتخب قوي، لكن منتخب تونس اسم كبير لكن عشان وارد اتعلم الدرس من سوريا، لولا سوريا كنت اقول لك ممكن يخسر على مستوى قطر الامارات قطر المغرب الجزائر دي المعضله بقى، يعني دي مشكله شويه يعني صعب قوي يا كابتن، يعني تميل سنة للمغرب بسبب سنة حاجة بسيطة يعني ممكن 55-45 بسبب الاستنزاف الذهني للاعيبة الجزائر قدام مصر، دي الأفضلية الوحيدة لمنتخب المغرب على أفضلية منتخب الجزائر، إن ده بس طالع من معركة كروية ضد منتخب مصر، وتاني كان في مهمة سهلة شوية. مصر الأردن إن شاء الله مصر. إن شاء الله مصر بإذن الله مصر. طبعا على مستوى التوقعات كلنا نتمنى طبعا باذن الله ان مصر تحصل حتى على البطوله ان شاء الله باذن الله، والاهم زي ما قلت لحضراتكم في البطوله ديت هي بطوله تحضيريه، بنكسب عناصر جديده على المستوى الدولي، بنكسب ثقه كمان الجماهير في الجهاز الفني وده مهم جدا، كل ده تحضير لما هو اهم ان شاء الله البطوله الافريقيه اللي هي هتبدا بالظبط شهر من النهارده يوم 9 الشهر القادم باذن الله، بطوله افريقيه قويه جدا ان شاء الله يكون منتخب المصري اداه وقدود، وكمان على مستوى طبعا ان شاء الله الوصول لكاس العالم. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنروح بقى لاوروبا، المعركه الاوروبيه الكبيره في الشامبيونز ليج، نشوف دوري المجموعات انتهى على ايه، مين الفرق اللي وصلت، يمكن واحنا بنتكلم حضراتكم كان طبعا في مباراه فيا ريال مع اتلانتا موجوده وفوز لغايه دلوقتي 1-0 لصالح 2-0 لصالح فيا ريال امام اتلانتا، وبالنتيجه ديت بيصعد طبعا فيا ريال على حساب اتلانتا، لكن عندنا كلام كتير جدا لكن بعد الفاصل. طبعا من خلال المزيكا والاجواء عرفتوا خلاص هنتكلم على طبعا على الشامبيونز ليج الاوروبي اقوى البطولات على مستوى العالم. محسن خلاص بنسمع المزيكا بقت خلاص يعني بطوله قويه هي المفضله للمحب كره القدم فعلا الحقيقه يعني بطوله قويه جدا طبعا، كان يمكن يوم الثلاث والاربع اللي فاتوا كان المباريات الاخيره في دور المجموعات رايك بصفه عامه عن الدور دوت المجموعات يعني كان مباريات قويه جدا، ولو في مفاجات بالنسبه لك حصلت ممكن تكلمنا عنها. يعني كان الجوله السته اللي هي الثلاث والاربع كانت جوله الحسم ان هو كان تقريبا مش تقريبا كان 11 فريق ضمن التاهل وكان بقى خمسه، سبحان الله كان ثلاث مجموعات كان فيهم يعني باقي مركز مركز مركز، ومجموعه الوحيده اللي هي السبعه كان باقي محدش عارف مين اللي هيصعد لسه، المجموعه كلها كانت متلخبطه ما حدش عارف الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، تحدد كل ده في الجوله السادسه، يمكن المباراه الاخيره بتتحدد واحنا قاعدين دلوقتي مباراه فياريال واتلانتا، فياريال 2-0 على اتلانتا في الشوط الاولاني، اعتقد في طريق مفتوح لان هم يكفيهم التعادل اللي اتقال، وان كان طبعا ما فيش شيء مضمون في كره القدم. انتهت حقبه مهمه من متعه كره القدم في دوري الابطال السنه دي اللي هي دور المجموعات ب 96 مباراه، المباراه رقم 96 بتتلعب دلوقتي، وهنبدا بقى حقبه اهم
الدور النوك اوت لما تتعمل قرعه ان شاء الله يوم الاثنين الجاي. في رايي ما فيش مفاجات اذا حطينا في الاعتبار وضع برشلونه السيء اساسا من بدايه الموسم، فبالتالي ما يعتبرش مفاجاه لمتابعي كره القدم. لكن بشكل عام لو قلت قبل كده كانت هتبقى مفاجاه بصراحه كبيره جدا ان برشلونه ياخد. بس طبعا هي يعني في ريكورد سلبي جدا لبرشلونه طبعا من 2001 برشلونه لم يغادر دور المجموعات في الشامبيونز ليج الاوروبي وابطال اوروبا من 20 سنه من 2001، وكان الخروج طبعا في السنه دي وكان صدمه كبيره. ولكن زي ما انت بتقول اللي شايف برشلونه خلال السنه دي خلال ادائه رغم يمكن الامال الكبيره على تشافي و المنقذ، لكن بانت اول فروق على المستوى الفرق الكبيره يعني. طبعا لان خطا اداره برشلونه لما كان عندهم المنتخب اللي هو من كوكب اخر، قصدي الفريق اللي كان من كوكب اخر ده، ما عملوش حساب الزمن ده او اليوم ده ان في النهايه هذه النجوم هيقفل نجمها او يعني هتختفي زي ما حصل مع ميسي مع تشافي مع صحيح. مع انيستا، وفي النهايه اوبيول بقى وبقيه الكوكبه، وفي النهايه حتى نيمار لما سابهم وراح باريس سان جيرمان النهارده بقى الفريق ضعيف جدا، ضعيف تماما مع وجود المركز السابع في الليجا، امله في الليجا صعب جدا يعني. تخيل امل برشلونه ان يشارك السنه الجايه في دور ابطال اوروبا متعلق بحاجه واحده بس، انه يفوز باليوروبا ليج. اليوروبا ليج لانه صعب يدخل ده طبعا كمان على مستوى طموحات ما حدش كان يتصور ان اقصى طموحات مشجعي برشلونه هو الحصول على اليوروبا ليج. لكن طبعا دي احوال كره القدم، ويجب على طبعا اداره برشلونه تعمل ثوره كبيره جدا في الفريق من خلال تعاقدات جديده، من خلال يعني اسماء كبيره على مستوى برشلونه. لكن خلينا قبل ما نخش على المجموعات مين اللي وصل، ونتكلم كمان على يمكن القرعه اللي يمكن لسه هتحدد طبعا الدور القادم ومين المنافس النوك اوت والمباريات القويه جدا. تعال نشوف الاحصائيه عن او ارقام عن طبعا دور المجموعات في الشامبيونز ليج. نتكلم على اقوى خط هجوم هو البايرن ميونخ ب 22 هدف، اتكلم اقوى خط دفاع ايضا بايرن ميونخ بثلاثه، يعني تم يعني ثلاث اهداف في مرمى البايرن وريال مدريد. اضعف خط هجوم هو طبعا دينامو كييف بهدف واحد ومالمو طبعا بهدف واحد. اضعف خط دفاع كلوب بروج 20 هدف، الاكثر فوز ليفربول، بايرن ميونخ، اياكس امستردام، طبعا دول بالعلامه الكامله ست مباريات ب 18 نقطه. الاكثر خساره بشكتاش، خسر جميع مبارياته وخسر الست مباريات. نخش على ارقام اللعيبه. ماشي، برضو في ارقام مميزه للعيبه، لاعبي طبعا دوري الابطال سيباستيان هيلر طبعا الهداف، ده طبعا مهاجم اياكس امستردام، ليفاندوفسكي بتسع اهداف طبعا مهاجم البايرن، ونجمنا الكبير محمد صلاح طبعا اول لعيب في ليفربول بيجيب سبع اهداف في دور المجموعات، ريكورد ورقم جديد بيحققه محمد صلاح مع ليفربول بتحقيقه سبع اهداف في دور المجموعات. محمد صلاح بسبع اهداف طبعا ليفربول، وكريستوف نكونو سبع اهداف، ده مهاجم فريق لايبزيج. واضح جدا كمان على مستوى الارقام ان لا الدور اللي جاي طبعا لسه كمان نكمل على صانع الالعاب او الاسيست، كيليان امبابي صنع ست اهداف طبعا لاعب باريس سان جيرمان، ساني لاعب البايرن صنع اربع اهداف، انتوني لاعب اياكس امستردام ايضا صنع اربع اهداف، وفينيسيوس طبعا المتالق مع ريال مدريد بيصنع اربع اهداف. واضح من الارقام كمان ان لا الدور اللي جاي ما فيهوش رحمه يعني الفرق كلها، واللي هنتكلم طبعا مين الفرق اللي صعدت. لكن محمد صلاح دايما بقف عند محمد ان على مستوى الارقام بيحقق لاول مره في تاريخ ليفربول لاعب بيحقق سبع اهداف في دور المجموعات، ده كمان يعني شيء عظيم لمحمد صلاح، واول لاعب يسجل في خمس مواسم متتاليه بلس 20 هدف من ايام ايان راش في الثمانينات. يعني بالمناسبه احصائيات اللاعبين بترد على البالون دور بالمناسبه، يعني شوف حضرتك اول واحد سبيستيانال هيلر لاعب اياكس امستردام 10 اهداف، اصلا اياكس مسجل 20 فجايب نص الاهداف، ليفاندوفسكي فريقه جايب 22 هدف هو جايب 9 تقريبا نص يعني صحيح. يعني تقريبا النص، محمد صلاح فريقه جايب 17 هو جايب 7 تقريبا برضو النص يعني الا قليلا. فهي الفكره في دول بيردوا على فين ميسي هنا مش موجود ماشي، يعني واحد زي يعني ده بالمناسبه بس ايه احصائيات اللعيبه بترد على البالون دور. لكن طبعا البطوله محمد صلاح زي ما حضرتك ذكرت
بيواصل وان شاء الله يواصل وباذن الله ربنا يكلل جهوده بالنجاح وليفربول يقدر ياخد البطوله، خصوصا ان هو ليفربول واياكس وبايرن ميونخ هم الثلاثه الوحيدين في بين كل الفرق اللي هم العلامه الكامله، العلامه الكامله. صحيح. وان كان ده ما بيعبرش او ده مش مبرر ان هم يكسبوا التواني مثلا اللي هيقابلوهم في المباراه اللي جايه، ولكن على الاقل هي مؤشرات بتبين الفريق قوي. يعني انا كنت دايما اقول البطوله دي ما بين خمس فرق، يعني هي كده خمس فرق. بايرن ميونخ من المانيا. تعال نبص على الساده المشاهدين نشوف ترتيب المجموعات طبعا بعد الجوله الاخيره من دور المجموعات. نشوف المجموعات، نبدا بالمجموعه الاولى طبعا، ومانشستر سيتي في المركز الاول ب 12 نقطه، يليه باريس سان جيرمان ب 11 نقطه، طبعا لايبزيج في الاوروبا ليج في المركز الثالث بسبع نقاط، وكلوب بروج رغم بدايه قويه، كلوب بروج كان بيتعادل مع باريس سان جيرمان في اول مباراه، لكن في الاخير طبعا نهايه باربع نقاط وخروجه حتى عدم حصوله على على الدوري الاوروبي. نتكلم المجموعه الثانيه، ليفربول بالعلامه الكامله 18 نقطه، يليه في المركز الثاني اتلتيكو مدريد بسبع نقاط، وكانت المنافسه الشديده ما بين بورتو وميلان على مقاعد اليوروبا ليج، ولكن طبعا هزيمه الميلان في المباراه الاخيره امام ليفربول وقدر بورتو انه يحصد المركز الثالث. نخش على المجموعه الثالثه، اياكس بالعلامه الكامله ب 18 نقطه، يليه سبورتنج لشبونه بتسع نقاط، وكان في حرب، ويمكن بروسيا دورتموند هي يمكن المفاجاه محسن في المجموعه ديت ان عدم تاهل بروسيا دورتموند كان مرشحه طبعا على ورق على الاقل قبل لشبونه ولما لا كمان قبل اياكس، فسبحان الله تراجعت المركز الثالث، يعني هي مفاجاه اشبه مفاجاه برشلونه كده، اعتقد مفاجاه كبيره. بروسيا دورتموند كان مرشح لصداره هذه المجموعه، لكن بروسيا دورتموند يمكن في الدوري الاوروبي بشكتاش واضعف فرق المجموعه كامله، ست مباريات بطوله يعني ست هزائم كله ما شاء الله اصفار، يعني بشكتاش المفروض من الفرق القويه في الدوري التركي، ولكن على المستوى الاوروبي ما اداش بشكل جيد. ريال مدريد ده المجموعه الرابعه، ريال مدريد مركز اول 12 نقطة، الانتر 15 نقطة، الانتر ريال 15 طب نشوف، يا طبعا ريال مدريد في المركز الاول، انتر في المركز الثاني، تريب تراسبول في المركز الثالث، وشختر في المركز الرابع. ترتيب المجموعة الخمسة، بايرن في الصدارة بالعلامة الكاملة، بنفيكا في المركز الثاني 8 نقاط، وبرشلونة طبعا للأسف في المركز الثالث للأوروبا ليج، دينامو كييف في المركز الرابع بنقطة واحدة، مفاجأة كبيرة جدا جدا يا محسن، خاصة إن برشلونة يعني زي ما بنقول على مدار 20 سنة لم يغادر دور المجموعات في الشامبيونز ليج، سبحان الله يعني المرة دي. بس هو يعني زي ما قلت لحضرتك أو اتكلمنا في الأول إن هو طبعا ده مش مفاجأة بالنسبة للمتابعين، وكان كرة القدم بتدي لك كده أحيانا نوع من الانتقام حتى على المستوى التحفيلي، يمكن لما الفريق اللي اسمه شريف ده المجهول اللي هزم ريال مدريد على أرضه 2-1 في السانتياغو برنابيو كان محبي برشلونة كانوا بيتساءلوا أين يقع فريق الشريف استهزاء من ريال مدريد، فامبارح رد عليهم قال لهم يقع في الأوروبا ليج اللي أنتوا بتلعبوا معاهم. صحيح. طيب نخش على المجموعة الستة، طبعا المان يونايتد في المركز الأول 11 نقطة خلاص بيا ريال دلوقتي يعتبر 10 يعتبر 10 لسه المباراة شغال بنتيجة 2-0 لصالح بيا ريال على حساب أتلانتا والمباراة في إيطاليا، ويكفي بيا ريال التعادل وبالتالي أعتقد بيا ريال بيحصل على المركز الثاني، أتلانتا للأوروبا ليج في المركز الثالث، ويانج بويز السويسري في المركز الرابع بخمس نقاط. المجموعة السابعة ليل، طبعا ليل كمان أعتقد دي مفاجأة من المفاجآت طبعا، ليل على المجموعه كلها المجموعه كلها مقلوبه كلها ما كانش حد عارفه يعني رايح فين، يعني المجموعه دي والمجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه القرعه ظلمتها لما حطت اتلتيكو مدريد مع ليفربول مع ميلان ومعهم بورتو كمان، والمجموعه دي الاربعه سبحان الله يعني محظوظين يعني. صحيح. ليل طبعا انهى هذه المجموعه بالتصدر في المركز الاول، ريد بول ستراسبورغ في المركز الثاني ب 10 نقاط، شبيليا طبعا في المركز الثالث ب 6 نقاط في اليوروبا ليج، و فولسبورغ الالماني في المركز الرابع بخمس نقاط. المجموعة الثامنة برضو كانت مجموعة فيها طبعا كراسي موسيقية بالنسبة لتشيلسي، طبعا اليوفنتوس على صدارة المجموعة ب 15 نقطة، تشيلسي
في اللحظات الأخيرة محسن بيخسر بالضبط من قدام زينت، بيخسر الصدارة، وكان متقدم 3-2 على زينت بتروسبورج في روسيا، وخلاص الحكم تقريبا حسب 6 دقايق وقت ضايع، في يمكن في الدقيقة الرابعة جاء فيهم جون التعادل، نقلهم المركز الأول للمركز الثاني، ومحظوظ بصراحة أليجري ومحظوظ ليفنتوس إنه ياخد صدارة المجموعة دي. صحيح طبعا، تشيلسي في المركز الثاني، زينت في المركز الثالث في أوروبا ليج، ومالمو طبعا في المركز الرابع طبعا خارج البطولة. وزي ما بقول لك انا بالنسبه لي مفاجاه دورتموند، مفاجاه المركز الثالث، ومفاجاه برشلونه بجانب كمان فولسبورغ، عشان نعرف كمان من خلال وجود طبعا الناقد الرياضي محمد الباز موجود في المانيا عبر زوم، هيكون معانا. بنمس عليك، مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير على حضرتك اسامه، اهلا وسهلا. منورنا طبعا، وانت مش غريب على برنامج المحترف وعلى قناه النادي الاهلي، وجودك دلوقتي كمان في المانيا مهم جدا علشان نعرف ردود الافعال. زي ما بنتكلم واتكلمت مع استاذ محسن طبعا لملوم الناقد الصحفي الكبير ومختص بالكره العالميه، بنتكلم على مفاجات الشامبيونز ليج، منها نمره واحد تكلمنا عن خروج دورتموند طبعا واحتلالها المركز الثالث كمان على مستوى فولسبورغ، واعتقد انت كنت حاضر مباراه فولسبورغ امبارح، كلمنا عن طبعا اجواء الشامبيونز ليج في للفرق الالمانيه. بالظبط، يعني احنا لو نبدا الفرق الالمانيه مبدئيا، احنا عندنا 4 فرق المانيه في الشامبيونز ليج لهذا العام، فولسبورغ ودورتموند ولايبزيج وبايرن ميونخ. امبارح طبعا كانت في اجواء ساخنه في مجموعه فولسبورغ، كان امامه فرصه ذهبيه كابتن هاني ان هو يتصدر المجموعه ويفوز على ليل، ولكن اضاع الفوز بطريقه يعني مش عارفين. كل الجمهور اللي كان حاضر، هو كان جمهور قليل جدا بسبب ظروف كورونا، تم منع دخول الجمهور حتى في مباراه بايرن ميونخ وبرشلونه هنتكلم عليها. ولكن سريعا، فولسبورغ امبارح كان امامه فرصه ذهبيه امام ليل، خسر امبارح 3-0 من ليل، وكانت هزيمه ثقيله. كان امبارح اي فوز لفولسبورغ كان هيتصدر المجموعه ويصعد للدور ال 16. فولسبورغ بيعاني في الفتره الاخيره، عنده هزيمتين في الدوري الالماني، هزيمه من دورتموند 3-1، ثم هزيمه من ماينز الالماني في الدوري في البوندسليغا 3-0. امبارح طبعا ليل كان المعنويات مرتفعه عند ليل كان داخل رغم طبعا تعثره في الدوري الفرنسي، زي ما احنا عارفين بيحتل دلوقتي المركز ال 11 في الدوري الفرنسي بعد ما كان هو بطل الموسم السابق. ليل كان دخل المباراه امبارح بعد 2 فوز مهمين بالنسبه له في الدوري الفرنسي، كان رافع معنوياته امام فولسبورغ وفاز، استطاع الفوز على فولسبورغ. كان قبل هذه المباراه كنا بنشاهد ايضا مباراه للشباب في نفس الشامبيونز ليج للشباب، ونفس المجموعه كانت برضو بتشمل فولسبورغ وليل، وكانت مباراه امبارح فاز برضو فريق ليل على فولسبورغ 3-0، وكانت هو كان من الواضح ان ما كانتش ليله فولسبورغ، يعني طبعا فولسبورغ كمان كان عنده فرصه ذهبيه، لكن المفاجاه الكبيره كمان يا محمد دورتموند، مع وجود طبعا دورتموند وكان كل الناس بتتوقع ان دورتموند هو في الصداره او على اقل تقدير في المركز الثاني، لكن دورتموند يخسر مكانه في الشامبيونز ليج. ولكن بالظبط، يعني هو خسر مكانه للاسف، خرج من الشامبيونز ليج وضمن مقعد في اليوروبا ليج، هو ولايبزيج هم دول الفرقتين الالمان اللي هيكملوا في اليوروبا ليج، غير فولسبورغ خرج من الفرصتين سواء كان من الشامبيونز ليج او من اليوروبا ليج. دورتموند كابتن هاني يعني مش محظوظ هذا العام، ودي كانت المفاجاه في مجموعته فعلا. دورتموند من الجوله الثالثه وهو بيعاني، يعني كان عنده كثره غيابات، غاب عنه طبعا المهاجم الداهيه هالاند لفترات طويله منذ الجوله الثالثه. في المباراه امام اياكس كان في طرد لهوملز، طرد كان غريب وكان مبكر في المباراه، ادت لخساره كبيره امام اياكس امستردام. طبعا دورتموند بيعاني في الشامبيونز ليج، ولكنه ضمن مقعد في اليوروبا ليج، ودلوقتي هو بيحتل المركز الثاني في البوندسليغا بعد بايرن ميونخ. اما لايبزيج طبعا كانت مباراه قويه جدا امام المان سيتي، ولكن الدور لايبزيج السهوله معاه واللي ساعده اكتر في الصعود لليوروبا ليج ان هو في مباراه الثانيه في نفس المجموعه باريس سان جيرمان كان بيلعب
بيلعب امام كلوب روجا كابتن هاني، وفي اول 7 دقائق باريس سان جيرمان احرز هدفين، وده طبعا ادى الفرصه الكبيره للايبتسيش ان هو يعني يضمن مقعد في اليوروبا ليج بعد اول 7 دقائق بهدفين لباريس سان جيرمان على حساب كلوب روج. ولكن لايبتسيش تماسك المباراه، المعنويات ارتفعت، التركيز ارتفع اكتر، واستطاع الفوز على مان سيتي ب 2-1. المباراه اللي كانت مفاجاه جدا لخساره المان سيتي هنا في المانيا امام لايبتسيش. كده لايبتسيش ودورتموند صعدوا في اليوروبا ليج، طبعا معاهم زي ما احنا عارفين برشلونه واتلتيكو مدريد، والمفاجاه زي ما حضراتكم قلتوا دلوقتي مع الاستاذ لملوم دلوقتي شرحته كانت مفاجاه كبيره جدا. تشيلسي يعني دلوقتي بيصعد في المرتبه الثانيه، وقد يواجه طبعا بايرن ميونخ او ليفربول، وهتكون مباريات طبعا محمد كنت عايز اسالك يا محمد كنت عايز اسالك طبعا عن مباريات البايرن وبرشلونه. طبعا المباراة كانت من غير جماهير، لكن عايز أعرف منك ردود الأفعال على حتى على مستوى النقاد، على مستوى الصحافة الألمانية، قالت إيه عن البايرن، وقالت إيه كمان عن خروج برشلونة بعد 20 سنة من تواجده في دور المجموعات في الشامبيونز ليج بيخرج وبهزيمة كمان، أعتقد هزيمة 3-0 مع الرأفة زي ما بيقولوا كده في الكورة، كان البايرن قادر أنه يعني ينهي المباراة بخماسية أو سداسية كمان. صحيح، يعني احنا لو بنتكلم على مواجهات البرشلونه وبايرن ميونخ، لم تفز برشلونه على بايرن ميونخ على الفريق البافاري في أليانز أرينا في طول المشوار او طول في مدار على مدار التاريخ لم يكن هناك اي فوز ليهم. واجهوا بعض كابتن هاني طبعا تقريبا في مباراه الامس 13 مواجهه فاز فيهم الفريق البافاري في 9 مباريات، وتعادل في لقاءين وخسر لقاءين، وكان طبعا الفرص الاكبر لبايرن ميونخ. امبارح كانت الاجواء كانت هنا ساخنه في اخر يومين قبل اللقاء، طبعا تحدثت الصحافه الالمانيه وخصوصا صحيفه بيلد زي ما قلنا، هل سيتساهل، هل سيكون لطيفا ناجلسمان، ام سيكون هناك روح رياضيه. روح رياضيه دي كانوا بيقصدوا بيها مباراه بنفيكا، لان بايرن ميونخ امام بنفيكا رايح جاي فاز على بنفيكا رايح جاي، فده معناه لو تساهل امام برشلونه فكان سيكون بعض الظلم لبنفيكا. البايرن ما عندوش احتواء يا محمد، البايرن ما عندوش ما بيحتويش. بالظبط، البايرن ميونخ لا يرحم، لا يعرف مصطلح الاحتواء او التساهل. ناجلسمان كان عنده هدف اسمى وهو الفوز بالعلامه الكامله 18 نقطه زيه زي ليفربول واياكس، يعني وهو ده كان الهدف الاول، ثم الهدف الثاني زي ما تكلمت الصحافه الالمانيه انه يسعى للحصول على المبلغ المالي اللي هو 2.8 مليون يورو في اي فوز في اي مباراه في الشامبيونز ليج، كان مبلغ مهم جدا على في ظل غياب الجمهور بعد ما يعني عايز اقول لحضرتك كان وصل ل 70% حجز التذاكر لحضور المباراه، كانت المباراه المرتقبه بالامس، ولكن بظروف كورونا والقوانين اللي اصدروها في خلال اخر 3 ايام تم قفل المباريات وغلق اماكن كثيره ومنع الجمهور، فكان الحافز الثاني بعد الصعود بالعلامه الكامله هو الحصول على المبلغ. طبعا ناجلسمان امبارح بدا بطريقه 4-1-4-1، كان عنده كومان وساني الطيارين الاجنحه اللي اعتمد عليهم امبارح في ظل غياب كيميش وجوريتسكا، الارتكاز اللعيبه البوكس تو بوكس، الارتكاز طبعا المانشافت الالماني والفريق البافاري كان بيعتمد عليهم طبعا ناجلسمان بشكل كبير رغم الغياب العناصر المهمه، طبعا مع جنابري كان غايب ايضا للاصابه، والنهارده في الصحافه الالمانيه تحدثوا ان كيميش قد تطول فتره غيابه لانه طلع عنده بعض المشاكل في الرئه وقد لا يكمل المباراة القادمة حتى يقال حتى منتصف شهر يناير القادم، نتمنى له الشفاء. رغم كل هذه الغيابات دخل طبعا الفريق البافاري بقوة كبيرة، وخصوصا بعد البالون دور وعدم تدويج ليفاندوسكي زي ما احنا عارفين كان عنده شهية مفتوحة ان هو يثبت ان هو يستحق وان هو ايضا يستحق افضل او لقب افضل مهاجم في العالم. ليفاندوسكي طب لم يوافق امبارح بالامس، ولكن زي ما انت عارف يا كابتن هاني مولر كعبه عالي جدا على برشلونه. عايز اقول لك احصائيه سريعه كده، مولر واجه برشلونه في 7 لقاءات قبل لقاء الامس احرز فيهم 8 اهداف، يعني 8 اهداف و2 اسيست كمان.
واثنين اسيست. يعني مولر كعبه عالي جدا على برشلونه سواء كان في هناك في اسبانيا او هنا في الاليانز ارينا. عملوا مباراه طبعا قويه، فريق لا يرحم لا يعرف معنى التساهل او التعاطف. كان الله في عونه طبعا تشافي في الفتره المقبله، ولكن وجود برشلونه عايز اقول لحضرتك على سبيل الفكاهه هنا تداولت الصحافه الالمانيه بعض الفكاهه يعني على سبيل الدعابه، انت خلاص برشلونه هربت مننا وراحت اليوروبا ليج، يا عالم ممكن تكسب هي اليوروبا ليج وبايرن ميونخ يكسب الشامبيونز ليج ونتقابل في السوبر الاوروبي. فهتروحوا مننا فين؟ طبعا يعني خلاص، يعني كمان انا على المستوى الشخصي طبعا وعارف كمان على مستوى النقاد الرياضيين في العالم كله يعتبر بايرن ميونخ من اقوى المرشحين للحصول على هذه البطوله بشكل كبير جدا. محمد الباز يعني الناقد الرياضي ومراسلنا دلوقتي كمان في المانيا بنشكرك شكرا جزيلا يا محمد وترجع بالسلامه. شكرا جزيلا. طبعا زي ما بقول يمكن على مستوى الترشيحات من دلوقتي خلاص بالنسبه للفنيات واداء البافاري الألماني بايرن ميونخ، كل المرشحين بترشح البايرن في أولوية الحصول. لا موجود طبعا المان سيتي، موجود فرق كبيرة، لكن بايرن ميونخ هو الأقوى لحد الآن في دور المجموعات. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حديثنا عن التشامبيونز ليج مع الناقد الرياضي المتميز محسن لمبي. اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا محسن نتكلم على الشامبيونز ليج لسه في اجواء دوري الابطال، وخلينا ناخد مباراه كانت تهمنا على المستوى الجماهير المصريه، مباراه طبعا ليفربول مع الميلان في الميلان، وكانت الحظوظ برضو عشان الناس تبقى عارفه كان ما زال الميلان عنده حظوظ الصعود حتى في المرتبه الثانيه، لان كان عنده 4 نقاط، بورتو كان عنده 5 نقاط، اتلتيكو مدريد عنده 4 نقاط، وبالتالي كانت مباراه مهمه جدا جدا للميلان. شفت المباراه ازاي؟ والله على قد ما احنا طبعا فرحانين، كان مهم جدا ليورجن كلوب انه ينهي دور المجموعات بالرصيد النقاط كاملا زي ما حصل طبعا مع البايرن فيما بعد يعني، وفي نفس التوقيت كان اياكس اللي هو 6 من 6 العلامه الكامله. لكن يعني بصراحه الواحد كان حزين شويه على المجموعه دي، كان فيها ظلم شويه، القرعه ظلمت المجموعه دي تحديدا ان حطت الاربعه كلهم، بس بالتحديد الاكبر نادي ميلان. يعني ميلان ده لقبه عملاق اوروبا، ثاني اكثر نادي في اوروبا فايز ببطوله دوري الابطال بعد ريال مدريد. ريال مدريد راح في حته لوحده خلاص بقى 13، لكن هو 7. اي نعم هو عنده 7 سنين ما تأهلش للكاس، عفوا لدور الابطال، بس هو تأهل. حتى لو كانت مدينه ميلان ويمكن المدينه الوحيده يمكن في اوروبا اللي فيها فرقتين واخدين دور الابطال، ميلان 7 والانتر ميلان 3، يمكن مدريد كان قريبه من ده فيما لو كان فاز اتلتيكو مدريد بالمرتين اللي صعد فيهم، لكن في النهايه تبقى المدينه الوحيده ميلان الايطاليه ان هي فيها فرقتين خدوا دور الابطال. وحتى الناس حتى البعض يقول ان مثلا انتر ميلان تاهل مثلا في مجموعته مع ريال مدريد، لكن كما يحلو للميلانيستا بيقولوا ميلانو زريد، مفيش شك. كمان من الآخر يعني. انا في اعتقادي كمان كان في سوء حظ لحد كبير جدا حتى في مباريات يعني مباراه اتلتيكو مدريد الحكم التركي، مباراته امام ليفربول كمان كان متقدم في الشوط الاولاني في 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 ليفربول برضه كان عامل ماتش يعني ايه ميلانو السنه دي ظهر بوجهين مختلفين، وجه في الكاليتشو قوي جدا وواجه في دور الابطال سبحان الله كان يعني ضيع بشكل كبير. تعالى نشوف ارقام المباراه. طبعا مباراه فوز ليفربول 2-1 على الميلان وخروج الميلان من حتى من سباق الشامبيونز ليج والاوروبا ليج. طبعا ليفربول 2-1 طبعا كان بدا التهديف الميلان وكان النتيجه 1-0، رجع طبعا ليفربول بهدفين واصبحت النتيجه 2-1. الفرص 5 فرص لليفربول برضو 5 للميلان، لكن ليفربول سجل هدفين، الميلان هدف واحد من الفرص ديت. نسبة الأهداف المتوقعة كانت لصالح كمان الميلان بنسبة صغيرة طبعا 1.5 لليفربول، 1.65 للميلان. طبعا نسبة الاستحواذ كانت لصالح ليفربول بنسبة 54%، تمريرات الصحيحة بنسبة 84 ليفربول 82 ميلان،
تصويبات على المرمى، 20 ليفربول مقابل 10 تصويبات للميلان، العرضيات 13 ليفربول مقابل 9 للميلان، الركنيات 9 ليفربول مقابل 3 للميلان. رغم البداية الموفقة للميلان وإحرازه هدف يعتبر هدف مبكر طبعا، كلنا اعتقدنا أن المباراة رايحة لصالح الميلان، الأجواء الحماس صحيح. الروح واحتياجهم لي طبعا 3 نقاط بشكل كبير يعني، لكن خطأ توموري المدافع هو اللي كان تسبب يمكن صحيح. في الهدف الأول ليفربول. هو الرجل عبر عن ده يمكن امبارح بتويتر، قال أنه بيشعر بالإحباط أنه تسبب في خروج فريقه من السباق في المركز الأخير، على الأقل ما حتى لو ما كانش لحق دور أبطال كان يلحق لأوروبا ليج، لكن لا لحق لا ده ولا ده، فهو يمكن كان السبب في ده. لكن بصراحة الإحصائيات عشان ما نلومش كتير على توموري المدافع اللي هو خطأ ده، لكن الإحصائيات بتبين الفروق كبيرة جدا ما بين ليفربول والميلان بصراحة. ليفربول كان في، مش عايز أقول في نزهة، كان في طريق مفتوح أنه يحقق العلامة الكاملة ويفوز بكل سهولة، زي ما حضرتك قلنا برضو على برنامج ما عنده احتواء ولا عنده كلام صحيح. فكمل طريقه طبعا على مستوى القيادة الفنية. يورجن كلوب كمان المدير الفني لفريق ليفربول كان سعيد بحصوله على العلامة الكاملة، ودي رسالة قوية جدا، بيقول أن ليفربول السنة دي كمان من المرشحين الأقوياء جدا للحصول على هذه البطولة. يورجن كلوب قال إيه بعد المباراة، نشوف مع حضراتكم. لا أشعر بأمانة دائما بالفخر في كرة القدم، لأنني أتوقع دائما أن تحدث أشياء، لكنني أشعر الليلة بفخر عظيم. كان الأداء استثنائيا، ولا أعني بذلك مجرد تحقيقنا الفوز السادس على التوالي في دور المجموعات، بل سبب ذلك خاصة أداؤنا الجيد في المباراة ضد ميلان رغم التغييرات الكبيرة التي تم إجراؤها. ومن السهل علي إجراء تغييرات، وحافظ فريقي على ثقة كافية بالنفس لإثبات مهاراتهم، وشاهدت العديد من الجوانب الكروية الجيدة وكانت مذهلة، كما أننا فزنا بكل مباراتنا في دور المجموعات، وهذا مذهل، وهذا فصل جديد في تاريخ هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين. حققوا إنجازات استثنائية في السنوات الأخيرة، غير أن هذا لا يعني شيئا، فلم نكسب الجائزة بعد، فأنت لا تفوز بلقب لمجرد نجاحك في أن تصبح أول فريق إنجليزي يفوز بكل مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. هذا رائع، لكنني لا أمانع لو أننا حققنا فقط العدد الكافي من النقاط للتأهل إلى دور 16، وتحقيق 18 نقطة هو أفضل شيء. طبعا يورجن كلوب سعيد بالأداء وبيقول مستوى أكتر من رائع، وهو الرجل بيقول دايما ما بقاش يعني متفائل أوي، لأن في متغيرات كتيرة جدا في كرة القدم والمباريات، لكن واضح بسعادته أنه هو زي ما بقول لك، هي رسالة كمان هو كان متأهل قبل المباراة، لكن دي رسالة قوية للمنافسين في الجولة اللي جاية. متفق معه تماما، هو الموضوع عنده مش مجرد أول فريق إنجليزي يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، لأن في متغيرات بتحصل، كل ده لا يعني شيء في كرة القدم، ممكن لا قدر لا يخسر في أي وقت ويخرج من البطولة، حتى لو ما خسرش يتعادل على أرضه يتعادل بره، بس بره سلبي وعلى أرضه مثلا يعني بالحسابات الذهاب والإياب، فممكن هو كده لسه ما حققش حاجة. في وجهة نظري طبعا ليفربول مع بايرن ميونخ والسيتي أقوى المرشحين للبطولة دي، ما زال ليفربول ما عملش حاجة إلا إذا وصل المباراة النهائية إن شاء الله، ونتمنى ذلك عشان يبقى البطولة الثانية في تاريخ صحابة. طبعا زي ما عارفين إن المجموعة دي انتهت طبعا، ليفربول في الصدارة، في المركز الثاني أتلتيكو مدريد، في المركز الثالث بورتو، والأخير ميلان في الأوروبا ليج، وطبعا خروج الميلان. طيب بالزبط. عايز أكلمك كمان على مباراة قوية جدا كانت ما بين ريال مدريد وإنتر. صحيح، المجموعة الرابعة. الرابعة طبعا يمكن كان الضرب الوحيد اللي حرم ريال مدريد ان هو ياخد العلامه الكامله، الهزيمه المفاجاه والتاريخيه لفريق شريف اللي ما حدش عارفه ده، فعشان كده ده اللي حرمه يمكن ان ينضم للرباع كبار، مع ان ريال مدريد طبعا عملاق عمالقه اوروبا، لكن طبعا المستوى بصراحه ثابت في الفتره الاخيره سواء في الليجا او في دور الابطال، عنده مجموعه من اللعيبه على رسوم طبعا بنزيما بسم الله ما شاء الله حاجه حدث ولا حرج، كمان فينيسيوس جونيور بصراحه هم ماشيين بخطه ثابته. دايما تلاقي ريال مدريد يا كابتن في بطوله دوري ابطال اوروبا ملوش علاقه خالص بريال مدريد في اي حته تانية، يعني لو ممكن لو بيلعب في اي حاجه تلاقيه، يعني انت لو قابلت ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا تخسر منه، قابلته في اي حاجه تانية ممكن تكسبه عادي، لكن هم يعني مولودين عارفين ان دي بطولتهم المفضله يعني. طبعا على مستوى ترتيب المجموعه ديت اعتقد منطقي جدا ومنطقي بالزبط. ريال مدريد في الصداره، انتر في المركز الثاني، يمكن شريف هو بقى المفاجاه فعلا، وعمل 3 مفاجآت، كان كسب تقريبا شختار
وكان كسب ريال مدريد، والمفاجاه الثالثه انه اتاهل لليوروبا ليج، يعني حتى على حساب شختار دونيتسك اكيد يعني اكثر منه خبره طبعا. اكثر منه خبره، لكن في النهايه هو عمل ده انجاز بصراحه يحسب ليه. هو دخل التاريخ السنه دي، افضل يعني افضل نادي في العالم في السنه دي هو بصراحه شختار، عفوا شريف، بالنتائج اللي حققها. صحيح. طيب نخش على مباراه ويمكن اتكلمنا فيها مع طبعا زميلنا محمد الباز من المانيا، مباراه البايرن وبرشلونه، واللي شاف المباراه قال ان البايرن باقل مجهود بلغه الكوره، بعدم وجود كمان، خلي بالك عدم وجود جماهير، البايرن قدر يكسب 3 بمنتهى السهوله، وامكانيه كمان كانت ممكن يعني الغلة تبقى 5 و6. هو واضح ان بايرن من كتر ما بيكسب برشلونه بقى يتعامل معاه بطريقه ارحمه عزيز قوم زل والله. يعني خلاص، حتى في المباراه الاولى، يعني المباراه الاولى اللي كانت في الكامب نو كانت انتهت 3-0 برضه مع الرقفه، هي بعد الثمانية خلاص هو بقى يرقف في حال برشلونة إلى حد ما، لأنه واضح أنه برشلونة ضايع، يعني معرفش راح مع في شكة ما حدش عارف هيرجع إمتى يعني. صحيح. خلينا كمان من خلال المباراة ديت لو عندنا كمان ناجلزمان طبعا المدير الفني لبايرن قال إيه، وكمان تشافي يمكن كان في حزن كبير جدا على تشافي بعد هذه المباراة، لأنه فعلا اكتشف الفوارق الكبيرة جدا جدا. برشلونة من الأندية العظيمة على مستوى العالم، لكن أصبح برشلونة في هناك فوارق واضحه جدا جدا ما بينه وما بين التوب تيمز في العالم كله. لو معانا كمان ناجلزمان المدير الفني للبايرن، مدير فني لسه عنده 34 سنه او 35 سنه بيقود البافاري العملاق، قال ايه بعد المباراه، نشوف محاضرته. Am Ende ist es immer noch einer der größten Clubs. Sie haben heute, glaube ich, في النهايه برشلونه لا يزال احد اكبر الانديه. لقد استحقينا الفوز، سيطرنا على المباراة واستحقينا الفوز. أعتقد أن برشلونة نادي لديه الكثير من الخبرة والكثير من الأشخاص الطيبين، ليس تشافي فقط ولكن أيضا أشخاص آخرين في الخلفية سيتخذون قرارات جيدة للنادي. لقد قلت ذلك من قبل، إنه ليس من السهل التخلص من هذا المليار من الديون. في نهاية المطاف جميع الفرق التي وصلت إلى مراحل خروج المغلوب هي المرشحة إلى حد ما للفوز بالمنافسة، لأنها نظريا تضع نفسها في وضع يمكنها من القيام بذلك، وكذلك نحن. لقد قدمنا أداء جيدا في الجولة الأولى. Stell dir vor, der wird dann zugelost, dann sagen die Spieler schon, oh, der Trainer, der scheißt in die Hose vor dem Gegner. اليوم ايضا باداء مركز للغايه حققنا المزيد. في النهايه مطالبنا بان نكون احد المرشحين. بالتاكيد نريد الفوز بدوري ابطال اوروبا والفوز بالعديد من المباريات. Deswegen warte ich und bin gespannt, wer kommt. ما فيش شك البايرن من المرشحين الاقوياء جدا للحصول على هذه البطوله محسن، وكمان المدير الفني يعني اللي بيقول احنا طبعا بنحاول نكون احد المرشحين، وزي ما بنقول احنا لعبنا بتركيز كامل يعني. بالظبط. يعني إيه؟ لا طبعا يحسب ليه ان هو متواضع، رغم ان هو الاكثر تهديفا من كل الفرق المجموعات 22 هدف. الاقل الاقوى دفاعا، الاقوى هجوما والاقوى دفاعا 3 اهداف بس دخلوا مرماه، اطاح بفريق عملاق كبير هو برشلونه، حتى لو كان في يحسب بحاجات بتسجل في التاريخ، حتى لو كان في برشلونه في اسوء حالاته. اعتقد بايرن ميونخ المرشح رقم واحد للفوز بالبطوله، الى جانب طبعا ليفربول والسيتي ولكنهم بنسبه اقل شويه. محسن بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا كابتن، شكرا ليك. وطبعا دي كانت نهايه حلقه نهايه الاسبوع هنا في المحترف. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا باذن الله يوم السبت القادم في كاس العرب والفوز على المنتخب الاردني الشقيق، وكمان هنبقى مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي، ونشوف كمان قرعه الشامبيونز ليج ومين النوك اوت، مين الفرق اللي هتقابل بعض. كل ده الاسبوع اللي جاي. أشوفكم على خير إن شاء الله.